مرحبا شباب، اليوم بفيديو جديد من قناة اكس ار ايت فور جيمنج اند تكنو. واليوم بهذا الشرح اللي هو لا على شاشة الكمبيوتر او على شاشة الاندرويد، اليوم شرحنا يدوي هو عن كيفية اصلاح مشكلة ارسال تعول الاف ام باي راديو او جهاز. تابعونا لتعرفوا الحل. مثل ما عم تشوفوا هون، في عندي شارج لا ال هيدا الستيريو او سبيكر، طبعا بس اجي دوره هيدا دورته وحطه على الاف ام مود بلوتوث مود. هلا رح حوله على الاف ام مود. اف ام مود مثل ما عم تشوفوا جميع القنوات ما في ارسال. ايو اكس مود. الحل بسيط جدا، كل اللي علينا نعمله نجيب الشارج اللي للسبيكر الخاص فينا ونحطه، يعني نوصله فيها هيدا هون، عفوا. من بعد ما وصلناه ما بنوصله من هون، نتركه محرر بس بنخليه قريب منا. هلا حنحوله Bluetooth mode. بعد مرة لحتى نحوله على الاف ام مود. اف ام مود. تقريبا هيك شيء. البند الاهم وهو مثل ما عم تشوفوا. عم بحكي وامي عم تقول اموال في الليلة دي انا ملكت الكون بحالي. مثل ما عم تشوفوا هيدا هي هيدا هو السر، انه نحط الشريط نشتغل فيه. كيف بتصير هالشي؟ هيدا الشي بيصير عن خلال هاي الحديدة من هون تلقط ارسال. لما بتلقط ارسال بتروح بهيدي الميلة بتوصلها على قلب السبيكر، هيدا مثل بديل عن الانتن. تابعونا بكل شروحاتنا. طبعا انا هيدا اول فيديو لشروحات يدوية حبلش فيها سلسلة جدا جدا ضخمة. بتمنى الدعم، بشكركم على الدعم، واي واحد عنده اي سؤال يراسلني وانا دغري بجاوبكم. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. باي باي.